وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْرَفَ بَعْدَهُ وَأَوْرَدَ عَنْ بَعْدِهِ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَكَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاث